السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا. قبل ما ندخل في الدرس الرابع يا أولاد، هنيجي نسترجع الدرس الثاني مع بعض. الدرس الثالث بتاعنا كنا خدنا كوزوي بريدج، جسر الملك فهد. إذا زرت عزيز السائح العربي من مملكة البحرين وأحببت قضاء بعض الوقت شرق السعودية، فما عليك سوى عبور أطول جسر بحري في العالم، جسر الملك فهد الذي لديه الذي يربط بين البلدين نحو 23 كيلومترا، وتعود فكرة إنجيل الاقتصادية للفعلي في سبتمبر عام 31. لحو الاسم الرمل ومياه العمل المسلح بينها مسافة 63 بعض المناطق في مناطق تدعى الجزيرة رابعا سياحيا على الجسر بسبب المرافق الترفيهية المنوعة والتي تحيط المياه التي قد يصل عمق سياح مطار الذي يخضع للصيانة هذه الأيام. وهناك بول رائع مدينة محط الطقس و جسر الملك فهد. يا أولاد ممكن نروح المطعم، we can go to the restaurant on the bridge، نقدر نروح المطعم على الجسر. كمان خدنا المتحف الغوص على اللؤلؤ. يكتنز خليج البحرين ثروات طبيعية شكلت مصدرا رئيسيا لاقتصاد البلاد على مدى قرون من الزمن. السلطات بعض تقاليد إذ كان السكان يبحرون لأشهر باستيعاب، واليوم تفسح البحرين المجال عبر متحف. وللحفاظ على هذا التقليد القديم وضعت منظر على التقارير لها. بيروحوا البحرين عشان to visit the museum of pearl diving، كمان بنروح عشان يشوفوا سوق الذهب. سوق المنامة إلى ورق. خلاص يبقى بيروحوا يشوفوا سوق الذهب و ومتحف الغوص على اللؤلؤ. ندخل في الدرس بتاعنا النهاردة. Work with a friend you are on holiday، أنت في عطلة. You are going to send a postcard to a friend، أنت سوف ترسل بطاقة بريدية إلى صديق. First talk about this question، أولا تكلم عن هذه الأسئلة. هنقول له كده where are you، اين تكون انت. what is the weather like، ماذا يكون الجو، الجو شكله ايه. what is the food like، الطعام شكله ايه. what interesting places are there to visit، ما الاماكن الشيقة الموجودة هناك للزيارة. have you been there yet، هل انت ذو كنت هناك حتى الان. What has been the best part of your holiday؟ ماذا كان الجزء الأفضل في عطلتك؟ Where are you staying؟ أين أنت تقيم؟ What is it like؟ المكان اللي أنت بتقيم فيه شكله إيه؟ هقول مثلاً I am in Kuwait City، أنا في مدينة الكويت. The weather is hot and sunny، الجو مشمس وحار. The food is delicious، الطعام لذيذ. Interesting places، the National Museum، المتحف القومي. The Failaka Island، the Kuwait Tower، the برج الكويت وجزيرة فايلاك. ايه افضل جزء في العطلة بتاعتك؟ اقول له فايلاكا ايلاند. Where are you staying؟ I am staying in a hotel، انا اقيم في فندق. What is it like؟ It is a wonderful، انها رائعة. دلوقتي read this e-card from ريم to إيمان، اقرأ هذه البطاقة الإلكترونية من ريم إلى إيمان. It is too long، إنها تكون طويلة جدا. Which sentences should she cut، أي جمل ينبغي عليها أن تقطعها. قالت دي ريمان، عزيزتي إيمان، Thank you very much for your e-card، شكرا لك كثيرا جزيلا
بطاقتك الإلكترونية. I think you had a very good holiday. أنا أعتقد أن أنت كان لديك عطلة جيدة جدا. اللي بيكتب معانا في الكراسة اوعى تنسى المعاني، انا اديلك الطريقه وانت وكيفك بقى تمشي بعد اول السنه. بتقول لي ايه الطريقه؟ انا بعلم على كل كلمه وبقراها وبتكتبها انت في الكراسه وبرجع اقولها بالعربي وتكتب معناها جنبها بالعربي. دي الطريقه الحلوه. I am on holiday in London. انا اكون في عطله في لندن. We are visiting my aunt فوزية. نحن نزور خالتي أو عمتي فوزية. She lives in London because uncle works in a bank here. هي تعيش في لندن لأن العم يعمل في بنك هنا. They are always very kind. هم يكونون دائما طيبون جدا. We flew from Kuwait to London last Saturday. نحن طرنا من الكويت إلى لندن السبت الماضي. The plane was comfortable. الطائرة كانت مريحة. We had chicken to eat. نحن تناولنا دجاج للأكل. The weather is pleasant. It hasn't rained yet. الجو يكون ممتع. إنها لم تمطر حتى الآن. I think it will be sunny tomorrow, but not as hot as Kuwait. أنا أعتقد أنها سوف تكون مشمسة غدا لكن ليست حارة مثل الكويت. طيب. We have visited lots of attractive places and tomorrow we are going to London Zoo. نحن زرنا الكثير من الأماكن الجذابة وغدا نحن سوف ذاهبين إلى حديقة حيوان لندن. We have already eaten in some English restaurants but I like Kuwaiti food more. نحن بالفعل أكلنا في بعض المطاعم الإنجليزية لكن أنا أحب الطعام الكويتي أكثر. My aunt is very good at cooking. وخالتي أو عمتي بتكون جيدة جدا في الطبخ. I will see you soon. أنا سوف أراك قريبا. We are coming home next week. نحن آتينا المنزل الأسبوع القادم. Love from ريم. وده حب من إيه؟ من ريم. هنا بيقول لي إيه؟ Rewrite ريم's e-card. أعد كتابة بطاقة ريم in your notebook في كراستك. Keep the important parts واحتفظ بالأجزاء المهمة. Put in any other important information وحط أي علامات أخرى مهمة. انا عندي بطاقه المعايده هي يا اولاد، هاخد دير ايمان اكتبها تاني. بطاقه المعايده بتاعتي هبدا طبعا البطاقه بتاعتي بي ثانك يو فيري ماتش فور يور اي كارد. هكتب الجمله دي في بطاقه المعايده. مش لازم اقول له بقى I think you had a very good. ماليش دعوه بقى هي تمتعت بالوقت ولا لا، يبقى ما بهشته بده بطاقه المعايده. بس لازم اقول له I am on holiday in London. انا في عطله في لندن. We are visiting my aunt فوزيه. نحن نزور. انا في عطله في لندن. طب ليه؟ عشان احنا بنزور عمتي او خالتي. مين؟
فوزية. هقول له I am on holiday in London where visiting Aunt فوزية. مش لازم بقى احكي له قصة حياة فوزية، اقول له هي تعيش في ايه، يبقى نشط ده كله ولا يقول في حتى ده. هقول له بس هقول له ايه، وفلو from Kuwait to London، احنا طيرنا من الكويت للندن السبت الماضي. ولازم اقول له the plane was comfortable، الطائرة كانت ايه مريحة. واقول له ايه، واقول له ايه، we had chicken to eat، تناولنا دجاج على الاكل. نخلي الكلام ده يبدأ من هنا كده، نسيب مسافة دايما في بطاقة المعايدة. هتكلم عن الطقس، اقول له the weather is pleasant، it hasn't rained yet، الجو بيكون ممتع وما اضطرتش حتى الآن. ما جيش بقى اقول له اعتقد، احذف الموضوع بتاع الاعتقاد، ماليش دعوة انا بالتنبؤ. اقول له we visited lots of attractive places and tomorrow we are going to London Zoo. هقول له مش هحذف من دي حاجة، ان احنا زورنا اماكن كثيره جذابه، وغدا هنزور الايه حديقه الحيوان اللي في لندن. اقول له we have already eaten in English restaurant، هقول له كده من هنا لحد انا ده كده كامل نكتبه. خلي بالكم لما نيجي نعيد كتابه الايه، ماشي. ومش هقول له my aunt is very good at cooking، يعني ماليش دعوة بقى هي جيدة، هي كويسة في الطبخ ولا مش كويسة، مش لازم احكي له. قلنا قصة حياة مين، عمته او خالته. خلاص اخر حاجة اقول له I will see you soon، ده كله يتكتب، ده مهم لازم نكتبه. سفرك قريبا، نحن نأتي الى المنزل ايه الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.